لو بركاته اليوم ان شاء الله غادي نقدموا طبق اللحم الزبيب واللوز محمر، ان شاء الله تابعوا معنا المقادير. شيء حلو خلاص.
قد الزبيب بارك، كاين اللي كيزيد السكر، كاين اللي كيزيد العسل. انا مغاديش نزيد الحلاوه بزاف، غنكفي غير ديك الحلاوه ديال الزبيب صافي. ولا الزيت ولكن قبل ما دابا هنا غادي مستمره بالتحراك، غادي نزيد هاد العويد القرفه، واخا دات القرفه الغبره غادي نزيد داك العويد ونستمر في التحراك. هذا هو الطبق ديالنا، ها هو وجد صحه وراحه، اللحم بالزبيب. قلينا اللوز، راه عندي الطريقه كيفاش صوبت اللوز، كيفاش فسختو، كيفاش راه دابا نحطها ان شاء الله. المهم هو اللوز مقلي من الفوق، زينا به، والزبيب راه طاب، لحيمة طيبة مقلية وبصحة وراحة. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالنا. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم.